مرحبا بكم في شركة لما للسياحة وعلاجية في الهند. لأن من أفضل المنسقين صراحة للأمانة، تواصل واستقبال من وإلى المطار، وتنسيق حتى داخل المطار مع الإخوان هناك، وشغال حتى لغاية الساعة 2 من الليل وثلاث الفجر، ما يقصر الله يعطيه العهد معنا. الحمد لله حصل نسبة 80%، الحمد لله وشكر. يعجز اللسان عن شكرك. الله من المطار حتى الفندق حتى العيادات معنا، العيادات حتى انت الدوام معك. بصراحه شركه لما من افضل الشركات، يعني الخدمات نقول الله يبيض وجهك ويشكر، واشكرك يا اخوي عابد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير. حياكم الله يا اخوان القريب من قطر ومن السعوديه. الله اخونا علي واخونا علي هادي، حياكم الله. وشرفنا وقبلنا الحمد لله، وجيتنا هنا قبل تقريبا 10 ايام عشان كان في علاج حق والد، والحمد لله امور طيبه. اليوم يمشي وارجع بيت ان شاء الله وتوصل بالسلامه. الله يسلمك. واخوان اخوي علي، يعني اعطني خبر كيف كنت اتعامل مع عابد والشركه لما والسواقين والموظفين وكل ترتيب من الف لين. حياكم الله. وقالك الله، ما شفنا منك الا كل الخير، متساعد معنا جزاك الله خير، ومتواصل معنا من قبل من قطر البنكلور قبلها يمكن ب 20 يوم. ارسلنا لك صور تذاكر، ووفرت لنا الحجز، حجز السكن والسايق اللي معانا من الصباح للساعه 10 الليل، واسعار مناسبه وتنسيق بشكل يومي مع الدكاتره العلاج الطبيعي، دكاتره الاوزون والتليشن ودكتور الاسنان. ما شفنا منك الا كل الخير، ونتمنى من الاخوان اللي عندهم فكره سفر للعلاج بنكلور يتم التواصل مع شركه لما، وخصوصا مع الخالد، لانه من افضل المنسقين صراحه للامانه، تواصل واستقبال من وإلى المطار، وتنسيق حتى داخل المطار مع الإخوان هناك، وشغال حتى لغاية الساعة 2 من الليل وثلاث الفجر، ما يقصر الله يعطيه العافية أخوي عبد. مشكور، الله يعطيك العافية دكتور عبد. الله يجزاك خير. وكيف يعني النتيجة بعد العلاج بالنسبة لنجاحك؟ الحمد لله، يعني الحمد لله، النسبة إن شاء الله والشفاء عند الله سبحانه وتعالى. الشفاء على الله أول شيء، وثانيا حصل فيه تحسن من قبل الدكتور عياض العلاج الطبيعي والدكتور نويد، الحمد لله كلها ترجع فضل الله سبحانه وتعالى، تم لكم انتم وللدكاتره اللي تساعدوا معنا، الحمد لله حصل نسبه 80%، الحمد لله وشكر. يلا يا زهير، وياك والله يعطيك العافيه. كلامك حلو والله. والله انت الحلو، الله يطول. اخوي علي فضلنا يا حبيبي. ما عندي شيء يزيد على اخوي علي، ولكن اللي اقوله يعجز اللسان عن شكرك. الله يسلمك. من المطار حتى الفندق حتى العيادات معنا، العيادات حتى انت الدوام معنا، نرجع الفندق معنا. حاضرين، هذه سايق 24 ساعة موجود معنا في الفندق. حاضرين والله. من اي وقت تحتاج الطلعة عندك تليفون يجينا عند الباب. حتى في حاجة نسيت اقولها، وفر لنا الشرائح، شرائح الاتصال. نعم. والنت. نعم. وهذه كلها برا الحسبة، اللي ما حسب الا يومية السيارة، هذا الشيء يرجع لهم ويحسن لهم صراحه، شركه لما من افضل الشركات. وحاجه ثانيه بعد ازيدها، يوفر لك حتى بغيت خدامه تخدمك في الفندق او في الشقه او في المكان اللي تسكن فيه، يوفرها لك بعد. نعم صحيح. طلباتك الخاصه اللي تحتاجها بالتليفون تكلمهم يوصلها لك في الفندق. يعني الخدمات نقول الله يبيض وجهك ويشكر، واشكرك يا اخوي عابد على الاستقبال الطيب وعلى الخدمه الطيبه، ولا يستغرب الطيب من الطيب. الله يعطيك العافيه. ان شاء الله تواصل بالسلامه. ان شاء الله يسلمك. واي خدمات واي شيء، وانا اخابد هذا ان شاء الله. احنا سعيدين يا اخوي عابد. الله يبارك فيك. احنا نتمنى اعرف لك من قبل مش من السفره هذه. والحمد لله، يعني ما في داخل لسه. نعم، يلا السلام عليكم. السلام.